نروح بقى بعد كده لخبر يهم الناس جدا، اللي غاوية تشتري. هنا بنتكلم مقتنيات المشاهير ويعني الملايين، هنا من محبي تحديدا السويسري روجر فيدرر، أسطورة التنس. هذا الرجل بجد أو هذا اللاعب يعني أيقونة كبيرة جدا. هو خليني أقول لحضراتكم مصنف الثامن عالميا، وكان الأول سابقا قبل كده، وهو مؤخرا انسحب كمان من بطولة فرنسا المفتوحة اللي هي رولان جاروس، هي إحدى البطولات الأربعة الكبرى اللي هي جراند سلام. في عنده حوالي 820 قطعة بيعرضها مفروض فيدرر في مزاد علني في لندن. تتراوح الأسعار ما بين كام وكام بقى كريم؟ أكيد آلاف مؤلفة. يعني بس مش قوي، 3000 ل 70000 جنيه استرليني دي الأسعار. وفي قطع صغيرة بقيمة 1500 جنيه استرليني زي الأسورة أو اللي هو البريسلت اللي كان بيلبسها في إيده يعني في المباريات المختلفة اللي كان دايما بيبقى لابسها. طيب تقريبا بقى إجمالي قيمة القطع الإجمالي بتاعهم المفروض اللي هي معروضة يعني 2 مليون دولار، لو هي ممكن توصل كده السم بتاعهم ل 2 مليون دولار. المزاد الأول اللي بيبدأ النهاردة، هيليه مزاد آخر الشهر الجاي. وعايز أقول لحضراتكم أكيد استكمالا الخبر كريم هيقول، بس هو كله للأعمال الخيرية. ما دي أهم ما في الحكاية، هي دي بقى النقطة اللي إحنا عايزينها بالظبط. صحيح، يعني الجميل في الخبر ده هو فعلا الهدف من وراء هذا المزاد، وهو طبعا مزاد خيري في المقام الاول. عملوا فيدرر لمقتنياته، وطبعا المفترض ان الفلوس كلها بالكامل او عائد هذا المزاد فلوسه هتروح بالكامل لمؤسسه خيريه هو شخصيا بيملكها، وبيصرف من خلالها على كتير جدا من اعمال الخير لمساعده ناس كتير في دول مختلفه. يعني مثلا على سبيل المثال فيدرر بيصرف على مجموعه من المدارس في جنوب افريقيا، وبالمناسبه دي ولد والدته، وبيصرف كمان على اعمال الخير في سويسرا. فيدرر اللي بيصنف كأفضل لاعب في تاريخ التنس حصل على 20 لقب في البطولات الأربع الكبرى، وبالمناسبة المزاد الأول هيضم 20 قطعة بيعكسوا ألقاب فيدرر في البطولات اللي احنا بنتكلم عليها دي. بتشمل القطع دي مثلا زيه ومضربه في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2009، ودي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى حوالي 100,000 دولار من خلال هذا المزاد. كمان المزاد بيضم حذاء كان بيلعب بيه في رولان جاروس، بالإضافة إلى كرات تنس بتحمل توقيعه. أنا بحب جدا الشخصيات اللي هي معروفة أو الآيكونز اللي بتكون في المجتمع واللي هي عندها نزعة إنسانية بجد، بتبقى ملهمة لناس كتير جدا. لأن خلي بالك مش كل المليونيرات أو المليارديرات في العالم بيبقى عندهم النزعة دي، يعني مش شرط عشان معاك فلوس تبقى عندك نزعة إنسانية أو محب للخير. فلما بنشوف نماذج زي دي محبوبة ومعروفة ومشهورة وقدوة لبعض الناس أو لملايين من البشر، فدي ممكن تكون بتساعد البعض الآخر إن هو يعني يعمل نفس الفعل. فأعتقد دي حاجة ملهمة أو قصص ملهمة جدا، فتحية أكيد كبيرة.